السلام عليكم. زيد هنا زيد تمشي عندي زيد عندي زيد عليكم السلام. أمين. تقني بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات الضخمة ورئيس قطاع الغابوي الأوسن. مرحبا بكم في المجلس الغابوي نتاع مدينة الضخمة. غادي نقدموا واحد التقديم بسيط على المجتمع. فوقاش تخصص شنو هو الدور ديالو؟ ياك بالنسبة للمجلس الغابوي نتاع الضخمة اللي موجود حاليا بتورطة. تم التأسيس ديالو سنة 1981. المساحة الإجمالية نتاع المجتل 14620 متر مربع. بالنسبة للمساحة المخصصة للإنتاج نتاع الشتائل، هاد الشتائل اللي كتشوفوا هي 8920 متر مربع. البطاقة الإنتاجية اللي نقدروا ننتجوا في هاد المجتل هذا هي 200 اللي كننتجوا 100,000 شتلة. 100,000 شتلة في السنة. بالنسبة لطريقة الإنتاج كنستعملوا أكياس بلاستيكية، ومؤخرا زدنا هاد لي بورتوار. بالنسبة للأكياس البلاستيكية دابا نوريهم. بالنسبة للإمكانات البشرية الناس اللي خدامين هنا كاينين ثلاثة الأعوان اللي خدامين. بالنسبة للتجهيزات والبنيات التحتية اللي كاينة، كاين هنا بئر هاو هذا هنايا الناس كنجيبوا الماء. كاين 192 متر من قنوات السقي اللي دايزة باش نفرقها على البيض اللي تنقوموا بإنتاج الشتلات. كاين 10 الصهاريج، وكاين مستودع هو اللي كاين في الدخلة نتاع الزق. شنو هو مستودع؟ المهم نكمل بالنسبة للمدة، مدة الإنجاز باش تطلع لنا ثاني وسوي. بالنسبة باش تطلع لنا شتلة مدة الإنتاج هنايا 10 أشهر. بالنسبة للأهداف، شنو هو الهدف من هذا الإنتاج تاع هاد الشتلة؟ تزويد كل من الحزام الأخضر بالدافع، عرفتوا الحزام الأخضر؟ هو اللي حدا القوس نتاع البوليس. هو هذاك داك الشجر اللي المؤسسات العمومية والخواص بالأغراس الغابوية. هذا بالنسبة للمشتل هنا كنقوموا بإنتاج الأغراس الغابوية، يعني الأشجار اللي عندها علاقة بالغابة. انا ما كنديروش بحال سميتو الاشجار الفلاحيه بحال الليمون التفاح ولا، هنا غير الاشجار الغابويه. بالنسبه لمراحل الانتاج، مراحل الانتاج كاينه خمسه. المرحله الاولى تهيئه لوحات الانتاج. شنو هما لوحات الانتاج؟ هما هاد نزيدو نحفروا طاسي بلاصه باش غادي نحطوا لي ساشي. فوالا كاينه واحد البلاصه عندنا لهي، دابا ندوزو نشوفوها. تما كنقوموا بمزج التربه مع الرمل والغبار باش نعمروا دوك الاكياس. فاش نملؤوا دوك الاكياس البلاستيكيه فحطهم فهاد لوحات الانتاج البلاستيكيون باش من بعد كنسقيوهم وتنرعيوهم باش كطلع لنا النبته. هاد الانتاج كنقوموا بغرس البذور. كنجيبوا البذور نتاع الاخر وتنبداو نغرسوا. كل شتا كنديروا وحده جوج ثلاثه. علاش كنديروا وحده؟ تنديروا جوج ثلاثه، تقدر وحده ما تطلعش، فهمتي؟ الاخرى غادي تطلع ما طلعش سميتو. المهم وحده فيهم تطلع، الا طلعوا بثلاثه طلعوا بثلاثه. تنحيدوا دوك الصغار باش ما يديوش الماء، نخليو الاخرى تتكبر، فهمتوا؟ وكنقوموا بالسقي والرعايه ديالهم. الناس اللي بغاوهم، اللي بغا يغرس شجر حدا الدار، اللي بغا المؤسسات التعليميه، الخواص، الحزام الاخضر، اللي بغا كيدي. وبالنسبه للاخر بالمجان، يعني ما كاينش كيخلص شي ريال.
اللي بغى الغرس كيجي كنحرر له واحد البن واحد التوصيل كيجي لهنا كيدفعو ويدي عدد الاشجار اللي بغى، يعني ما خصوش يفوت عاوتاني واحد العدد بحال دابا هو خاصه جوج شجرات ولا يغرسهم حدا الدار. كتجي واحد الميزانيه سنويه ياك كيطونس المارشي للعموم بالنسبه للمقاولين كيجيو كيحطوا البواصه ديالهم عندنا في الاداره تيكون واحد كنسميو اوفير دو بلي تتكون مناقصه، يعني ان الدوله كتحط واحد المونطو كيحط الناس فاش يكبر الناس اللي بغا كيجي كيهدم الجو فهمتو. بالنسبه للانواع اللي سميتو كاين تقريبا 9 انواع ياك، غادي نعطيكم الاسماء ديالهم ياك، واخا هنا راه نون فرونسي ولا نون لاتان ديالها عربيه قليل فاش كطيح. بالنسبه للانواع كاينه بريشارديا واشنطونيه اللي هي سوبر ميل ديالي.